معايا هنا كوباية الا ربع من السكر، نص كوباية من الزبدة السايحة، حبتين من البيض، طبعا فانيليا معلقة صغيرة. هقلب كل المكونات دي كويس جدا لحد السكر ما يدوب معايا. معايا هنا نص كوباية من الدقيق، وكمان ربع كوباية من الكاكاو الدارك. دلوقتي هحط بقى رشة من الملح ومعلقة كبيرة من الخل. خلاص بقى اقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا. هنا في قالب مبطن هحط نص كمية الخليط اللي معايا، او اكتر من نص كمان بشوية. انا عايزة الطبقة اللي تحت تكون اكتر من اللي فوق. افردها بقى كويس في القالب ده، مقاس تقريبا 20 في 20، يعني ممكن يبقى مستطيل او مربع، مفيش اي مشكلة. معانا بقى بسكوت بالشوكولاتة، ممكن يكون شوكولاتة لوحدها من غير البسكوت، حسب ما انتوا بتحبوا، بس ده بيدي طعم قرمشة كده في النص، بيبقى طعمه حلو قوي. هوزعه، هحاول احط في كل حتة. دلوقتي بقى هحط انا شوية الاخرانيين دول كده عشوائي، طبعا مش هبقوا كتير زي اللي حطيناهم في الاول. انا كده بحاول اوزع الخليط على السطح بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هحط البرونيز بتاعنا في الفرن على درجة حرارة 180 او 170 لمدة نص ساعة، مش اكتر من كده. هو بيبقى لو اختبرتوه من النص هيبقى نوعا ما لسه مش مستوي قوي، يعني نوعا ما هيبقى لسه في خليط. الوقت ده هو ده التسوية المطلوبة، هو مش زي الكيك طبعا. وهنسيبه يبرد تماما تماما، ما يقلش عن 3 او 4 ساعات اقل حاجة. والاحلى كمان ان احنا نسيبه يبات، فمش هيبقى فيه اي مشكلة خالص. دلوقتي بقى هنحطه في الفرن. البراونيز بتاعتنا بقت جاهزة معانا وبردت كمان. هقطع دلوقتي البراونيز بتاعنا عشان اوريكم قد ايه هو فاتشي جدا من جوه، اكيد باين الطبقات من بره عامله ازاي وقد ايه كراست من بره وفاتشي جدا من جوه. انا عملته من بالليل وسبته لحد دلوقتي بدرجه حراره المطبخ عادي جدا. عايزاكم بقى تشوفوا الجمال والحلاوه دي، قطعتها مكعبات كده صغيره، لو حابينها اكتر من كده مفيش مشكله. شايفين الطبقه مقرمشه من بره وطرية جدا جدا من جوه، شايفين بقى قد ايه هي حلوة. شوكولاتة وبسكوت وكراميل، وعارفة يعني دنيا جوه جوه، هنا في دنيا تانية. رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، واللي عجب الفيديو ياريت تسيب لي رأيه في الكومنت. والسلام عليكم ورحمة الله.